إلا جيتي اليوم لهاد اللائحة ديالكم هنا قنيطرة ديال العدالة والتنمية رقم 17 غادي تدخلوا للكونت ديالو وغتشوفوا الحرب اللي داير على المؤسسات وعلى المؤسسة الملكية. واش هاد الناس يرجى منهم أي خير؟ لا يرجى منهم الخير. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.